السلام عليكم اليوم بدنا نحكي عن الامراض النفسيه الشائعه عند النازحين كونه حالات النزوح للاسف منطقتنا بها الفترة كثيره. لا شك انه عاده النازحين هم مجموعه من البشر كبيره من الاطفال الى الشيوخ من الناس اللي اساسا عندهم مشاكل نفسيه او كانوا راجعوا اطباء نفسيين. عاده تزداد الحالات تزداد حالات مثلا الاكتئاب يزداد بشكل كبير اضطرابات القلق وخصوصا نوبات الهلع يعني نحن صرنا نشوف تقريبا كل يوم نشوف نوبات هلع بينما سابقا بعيادتي ممكن يمر اسبوع حتى اشوف حاله هلع اضطرابات الشكاوي الخوف من من المجهول عاده ما يترافق بشكاوى وخوف من مرض خطير يعني قد يتطور الى ما نسميه القلق المعمم حالات الدهانية تزداد كذلك منها اضطرابات ثران القطب أو الفصام أو عادة عند النساء اكتئاب ما بعد الولادة دهان ما بعد الولادة نشوفه بشكل كبير طبعا الأكثر تضررا بحالات النزوح هن النساء والأطفال للأسف الشديد الأطفال غالبا ما نشوف عندهم اضطرابات سلوك كثيرة وطبعا بسبب عدم ادراك الاهل انه اضطرابات السلوك عند الاطفال هي تعبر عن حاجات نفسيه الاهل عاده ما بيدركوها او ما عندهم المعلومه عنها كذلك هناك اضطراب شاع هو اضطراب التكيف خصوصا الانتقال من مكان الى مكان اخر من مكان لو فرضنا او ما يسمى بصدمه الحضاره أنه انتقال إلى منطقة جغرافية جديدة ذات ثقافة جديدة لغة جديدة قد تسبب اضطراب تكيف عند البعض حالات مثلا يعني للأسف بسبب غياب الوعي بهذه الأمراض والافتقاد إلى الخدمات النفسية أو وجود عدد كاف من الأطباء النفسيين عادة ما يجعل هذه الحالات تتطور إلى حالات خطيرة منها حالات هياج شديد إذا كان المريض فصامي أو أو عنده اضطراب ثنائي القطب أو بحالات الاكتئاب سمعنا وقرأنا عن كثير من حالات الانتحار للأسف وعند خصوصا عند الشباب بسبب حالة القلق الشديد المترافق أحيانا نوبات هلا وتقود إلى اكتئاب شديد الاكتئاب هون متى ما دخلنا بالاكتئاب صارت خطوره الانتحار عاليه ويجب على الاهل او الاصدقاء القريبين من هذا الشخص اللي يعاني من من هكذا شكاوي انه نصيحته بالتوجه لعند الطبيب النفسي وعاده ما يحتاج المريض لاسابيع من العلاج ممكن يستعيد فيها كامل نشاطه وحياته ويرجع يكون شخص منتج وبناء بمجتمعه وقادر يحل مشاكله لأنه عادة بحالة الاكتئاب الشخص مهما حاول يعالج مشاكله عمليا بسبب كونه مكتئب وما عنده طاقة وما عنده أمل وعنده كذلك هذا المزاج العصبي هو عادة ما يزيد ما يكبر هذه المشكلة بدل ما يحلها فصرنا نشوف حالات مثل حالات انفصال احيانا بين الازواج والسبب ببساطه هو اكتئاب احد الطرفين دون ادراك الاخر انه هذه حاله مرضيه واذا عولجت كافيه لانه تنحل كل المشاكل المتعلقه بهذا الموضوع